صورة اليوم تنقلنا إلى عالم الفن النبيل الملاكمة التي يبدو أنها تستعيد أمجادها الغابرة بمقابلات من الوزن الثقيل وصورة اليوم تعبير عن ذلك وتظهر حكم مباراة البريطاني تايسون فيوري والأمريكي ديونتاي ويلدر وهو يرفع يديه معلن نهاية المقابلة فوق الجسد الساقط على أرضية الحلبة لويلدر الانتصار كان بالضربة القاضية وفي الجولة الحادية عشرة وبيحتفظ تايسون فيوري بلقب المجلس العالمي للملاكمه في الوزن الثقيل. هذه المباراه اتسمت بالنفا بالمنافسه الحاده والتي جرت في لاس فيغاس بالولايات المتحده الامريكيه وهي الثالثه بين الرجلين وتميز كذلك بالاثاره وسجلت عده سقطات على ارضيه الحلبه للمتنافسين قبل سقوط والدر بالضربه القاضيه. وعد هذا الانتصار هي المباراه الثانيه وثلاثين بدون هزيمه ل البريطاني تايسون فيوري بطل بدون منازع لهذه الرياضة في الوزن الثقيل حتى الآن